واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الجوله الاولى وفي السؤال الاول مع النهيري ليث. تفضل. ووسام من الاطرش. اهلا وسهلا وسام. وسام انت اليوم جايين متهيئين ان شاء الله مو؟ ان شاء الله. اذا عرف نفسك للمجموعه عائله النهيري وللجمهور حتى نعرف من انت. وسام الاطرقشي 93 اعمال حره. هواياتي هي سباق السيارات والدرفتات. سباق السيارات دائما. نعم. اهلا وسهلا. ليث صاحب طالب علوم جو. ليث ايش؟ ليث صاحب طالب. نعم. علوم جو مرحله ثالثه. علوم جو؟ علوم جو انواع جويه. ها الجامعه المستنصريه. اهلا وسهلا. من هواياتي كره القدم. بس كره القدم بس. يا لاعب كره قدم. اهلا وسهلا. رحم الله والديك. اتمنى التوفيق لعائله الاطرخش ان شاء الله. طبعا طبعا. وهي ايضا اتمنى لكم الموفقيه. والمهم انه تكونوا موجودين مع بعض ودائما نرحب بكل عوائل والروح الرياضيه الوطنيه الموجوده عندنا هي تجمعنا. صح ان شاء الله. اذا خلينا نبدا بالسؤال الاول. ايد ورا الظهر، ايد على الطاوله، ونقول السؤال. هو السؤال يقول سمي صفة تحب أن يقولها الناس عنك. أدري أعرف بس هذا. شوف أنت وين صافن سنت. يلا وسام سمي لي صفة تحب الناس يقولوها عنك. محبوب. محبوب؟ محبوب صورة وأريحي يا عيوني أنت. محبوب خطأ. إذا أنت لست محبوب؟ لا أنت محبوب ولكن غير. أكو صفات أهم. خلينا نشوف. سمي صفة تحب أن يقولها الناس عنك. متواضع. متواضع. متواضع أيضا خطأ. خلينا نشوف. فرح شو تقولين؟ ذكي. ذكي. خلينا نشوف. ذكي هم خطأ. وعلي جميل. جميل. أنت جميل. أنت وسيم. نعم جميل وسيم وجميل. إذا شكرا إلى أخ وسام وشكرا للأخ ليث وأهلا وسهلا. ها 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 ها. وين تحجين؟ ما أنت تحجين حجية. حجية ماكو غش هنا عندنا. 9 كاميرات موزعة وأني وحدي عندي 9 عيون. فوين؟ ما تفهم. ماكو شوفهم كلهم. اها موسى. اها منا باوعتكم. يلا السيده سندس سمي صفه تحب ان تحبين ان يقولوها الناس عنك. كريم. الكريم. كريمه. كريم. كرم. نعم